أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا ألف بالخياطة على قناة بيتي. اليوم حتكون حلقتنا شوي مختلفة، حنعمل فيها فكرتين بنفس الفستان. طيب الهدف من الفكرة تبعتي اليوم أنه أنا لو عندي فستان مثلاً لبسته مرة اثنين ثلاثة، فستان سادة، كيف في أعدل عليه؟ هلأ طريقة التعديل واحدة تمام، بس أنا فصلت الأمام عن الخلف، يعني عملت حساب أنه ما يكون الفستان جاهز أو موجود عندي، مشان تشوفوا الفكرة كيف فيني طبقها بطريقة أسهل وأوضح تمام. فلنفرض الفستان عنا سادة، أنا شو اللي حأعمل التغيير؟ رح خلي مثلا كمثال اوكي الصدر مثلا تكون قصته هيك اوكي، طبعا هو فستان انا حاطه على الباترون فستان كامل اوكي، هيكون معي خصره هيك، هذا الفستان الضيق العادي اللي ما فيه ولا اي تعديل. طيب هذا التعديل اللي بعد الاساسي اوكي، يعني هو فلنفرض كان هيك بقبه مدوره بحفر تمام، نحن شو عملنا؟ حنشيل هذا الجزء اوكي، وحندخل ماش تاني، نعمل من هون دربه على الخصر تمام، بس بطريقه انه هو مفتوح بيصير اسهل علينا. اما الخلف طبعا انا هون شو بكون عملت؟ ممكن اعمل هاي الفكره على الفستان بس الامام تمام، ويكون الظهر ساده مثلا هيك يكون، بما انه احنا اخذنا قصه برنسس من هون فممكن يكون هيك معي اوكي، من هون نحط له سيور عادية، من هون سيور عادية تمام أو شيالات. طيب الظهر نحن اللي حنعمله حيكون كمان مختلف. طيب شو رأيكم خلي الظهر بعد ما نخلص الصدر بيكون أحسن، مشان ما تفوت الأفكار كلياتها هيك ببعضها تمام. أوكي مبدئيا هاي عنا الصدر، إحنا حنحكي بشكل مبسط بشكل يعني بدون تعقيد. هاي الباترون الاساسي، عملت تصريفة بنس عرض بنس الخصر، خلاص علمناه شلته تمام، ثلاثة للجنب، واحد ونص من فوق، واحد ونص من عند الكتف، والأبة اساسا انا هيك بدي يعني غير موديلها، بس هخلي في عندي دبوس من هون مشان ما يتحرك القماش معنا هيك تمام. هنعمل تعديل مباشرة على الصدر، شوفوا الصدر كيف حيكون التعديل تبعه، رح ياخد شكل، نحن قلنا انه بدنا ناخد قصة القصة هاي تمام، يعني نحن شغلنا بالنص تمام، فحناخد من هون، طبعا نحن عم نرسم على القماش، فيكن انه مباشرة انه يكون الفستان مثلا لابسينه تحددوا المسافة مثلا لعند وين انا بدي اياه، من عند وين يبتدي بيكون كمان اسهل. هناخد هيك تمام، حسيتوها شوي عالية فيكن تنزلوها شوي تمام. هاي الصدر عنا، هنقص. طيب انتوا عم بتقصوا في اوقات كتير طريقة القص بتعطيكم انحناء احلى من انه نرسمها باليد، فشوفوا شو هنعمل، نفسها هيك مثل ما هي، هاطلع فوقها شوي هيك شايفين، واعطيها نزول قوي بيعطيني قصة شوي عميقة، طبعا هاي خياطة للداخل تمام، هيكون معي هيك. طيب هيك الامام عندي جاهز، هاي خلص شلتها. لو انا بدي احط طبقه ثانيه او بدي ادخل مثلا ماش ثاني على الفستان، ما بدي اعمل درابيه من تحت القصه هاي، بقص منها لون ثاني، مثلا الطول اللي انا بدي اشتغل فيه ممكن نقصه للجزء العلوي. طيب هنشيل هلا انا ما رح اشتغل اليوم على الماكينه ابدا، رح ورجيكم الفكرة كلها بالدبابيس مشان تشوفوا الطريقة كيف حتكون معنا. طبعا اكيد مسكر البنسات بشكل عادي، لانه لما نكون عاملين تكسيم بصير الشغل تبع الدرابة اسهل. او خلينا نفهم شو يعني درابة تمام، هو عبارة عن تجميع القماش بطريقة الكسر تكون رفيعة، إن كان عشوائية أو كانت مثلا بخطوط يعني منظمة تمام. بيهمني هلأ بنس الصدر، هلأ ما بيهمني من فوق لأنه شغلي تحت، شغلي على الخصر. هاي
طبعا الدرابي بصير بطريقتين، اما مستقيم يعني القماش باخده بشكل مستقيم، او باخده بشكل يعني بقص الورب تمام وبعدين بطبقه. طيب هاي فلنفرض عندي الفستان جاهز، اوكي قصينا هاي القصة تبعيته من فوق. هلا رح ناخذ القماش، انا اخذت قماش طول عادي. الاحسن انه يكون ناعم، ما يعني انه في انواع من هذا الطول، ممكن يكون ساده ممكن يكون هيك منقط، ما في مشكله عندنا بالموضوع ابدا. اي شيء بدكم اياه انتم اختاروا، بس المهم يكون ناعم ما يكون واقف، لانه اذا واقف ما حيعطيني شكل الكسر اللي احنا بنيناه. قلنا في طريقتين، الاولى هذا الوجه. طيب بالخطوة الأولى أو بالفكرة الأولى بناخد هذا القماش تمام، هيك شوفوا بنزم هيك، شايفين، وبشده أوكي، وبثبت هاي الطريقة. يا أما بثبت من هون ومن هون، طبعا ممكن تحتاجوا مساعدة، مثلا أنا بقدر خلي هاي ثواني هيك، عشان تشوفوها هيك تمام. كل ما زمينا اكثر، هاي الطريقة العشوائية للدرابي او للزم تتركب مباشرة على الخصر. هاي اذا كان مستقيم، اذا انا بدي اياه بالورب باخذ القماش هيك وباخذ الخصر اللي موجود عندي بطوي هيك القماش اول وحدة بحيث تطلع معي على قياس الخصر، شايفين هاي اول وحدة اوكي ثبتت. طبعا هون بدكم تستعملوا دبابيس كتير، وبدكم تكونوا يعني مجهزين حالكم لهاي الفكرة. طيب انا بحسها بالورب بتعطيني شكل احلى، هنطوي طوية هيك. طبعا هاي الدرابي المستقيم تمام، يلي بشكل يعتبر منظم، نطوي هيك. الورب بيعطيها شكل احلى، شوفوا تمام هيك، بضل بطوي هيك طويات لحتى اخذ الشكل اللي انا بدي اياه. هلا هيك على المانيكان احسن انها تطبق، اما هيك على الارض او على الطاوله فبتصير صعبه شوي لانه بيعطينا سماكه كثير. فخلينا نتبع، بما انه احنا عم نشتغل على الطاوله هي انا ورجيتكم الفكرتين، خلينا نتبع هذا الاسلوب انه نشدهم هيك اوكي، وناخذ نثبت اول شيء هي الجهه وبعدين نثبت الجهة الثانية، يعني تقريبا لحديت هون اتوقع المسافة بتكفي، فنشيل القماش الباقي مشان يسهل علينا الشغل. بشكل مستقيم يعني هي شغلته بسيطة بس بتاخد شوية وقت حتى بالتثبيت. يا اما اذا بدنا نعمله يعني زم مثل ما هلا ورجيتكم، او مثل الطريقه اللي نحن هلا حنعملها، لازم نشيل هذا خط الحاشيه كمان عشان ما يشد معنا. تم، هلا ننتقل مباشره نثبت بمره واحده، خلاص هاي الوجه معنا هيك. هلا لو كان طول ساده ما فيه ولا نقشه ولا رسمه ما حيكون في عنا مشكلة، الوجهين شغالين. يلا حنزم هيك، تمام. نحن ما بدنا ناخد كتير من حجم حتى ما يعطينا كمان سماكة كتير عند الخصر. هنثبت هاي الجهة طبعا، هون نهاية تطوها هيك للداخل أحسن.
هلا نمسك هي هيك، شوفوا من هون ومنشد، حاولوا هدول المسافات ما تكون كسر كبيرة، نصغرها شوي يطلع أحلى. شايفين هي كبيرة كتير، نعملها 2 أو 3. طبعا كيف حنثبته؟ إذا بدنا إياها مثلا بس نثبت الخصر من هون ومن هون بيتثبت معنا، أما إذا ما بدنا إياها بس من هاي الجهة من هون مفتوحة، بناخد قطب صغيرة هيك، قطب بشكل عشوائي بحيث تثبت معنا. مثلا شلون أنا حاطة هلا هيك الدبوس، نفس الطريقة بناخد قطب، طبعا أكيد باللون الأحمر أو باللون الأصفر حسب اللي أنتم مشتغلينه، بس طبعا بنفس اللون عشان ما يبين معنا. تمام. هلا لما انا بدي اطبق الخلف، طبعا بتجي الخياطه الباترون الثاني هاد فوق هاد، تمام، بكون انا ثبتت، درست اول شيء خطواتكم اساسيه. اذا كان الفستان قديم عنا او مثلا نحن لابسينه فهو فيه خياطه، تمام، فدغري مباشره عدلوا القصه، اذا بده تقسيم بده توسيع عدلوا كل التعديل اللي بدكم اياه، وبعدين ركبوا التول، ولو في عندكم مانيكان بيكون احسن واحسن، بنحطه على المانيكان بيعطينا شكل افضل على التطبيق. يعني ثبتوا اول جهه بعدين شدوا القماش هيك شوي، طبعا هلا انا عم ورجيكم طريقه هيك على الطاوله بشكل بسيط بتصير، بس على المانيكان افضل وشكلها بيطلع احلى، بتقدروا تتحكموا بحجم الكسر وعددهم اكثر. تمام. هلا اللي محطوط على المانيكان هون انا عاملة مثبتة مثلا من عند الكتف، طبعا هو عبارة عن قماش يعني هو ما له فستان، نحن فينا نتحكم او نقوي حالنا او نمرن ايدنا على الكسر او الدربة بطريقة سهلة. ثبتت من عند الكتف واخدتها، هلا هذا الشكل عاطيني هيك لانه بالورب، تمام، لو مستقيمة بيعطينا هذا الشكل ابدا، فانا اخدت القماش هيك بالورب واخدته لتحت لتحت الخصر، والجهة الثانية نفس الطريقة. تمام. هي فكرة الدربة، طريقة سهلة وبسيطة، فيكن تعملوا اي شكل بتحبوا، تكون على الكم، بتحبوا تكون على الصدر، ممكن نعملها مثلا بس على الخصر، ممكن على قصة الصدر كاملة، يعني ممكن تجيني بشكل مدور، بس طبعا كله بده يعني مو شرط يكون انه القماش كتير كبير، لازم قطع القماش تكون يعني مثلا حجمها محدود، مشان لما بدي لف القماش اذا كان بالورب او كان بالطول اقدر اتحكم فيها، اما اذا كان عندي قطعه واحده حينزل القماش اول شيء لتحت، حياخذ لتحت وما حقدر اخذ الانحناء اللي انا بدي اياه او شكل الكسره اللي انا بدي اياه. بطريقه سهله وبسيطه عدلنا الصدر، شوفوا هيك، تمام، ممكن نعمل له سجاف، ممكن نحط له سيور، ممكن نحط كلفة عادية مثلا، ممكن نحط السيور مثلا تكون شيء مثل شيالات الألماس مثلا، إذا بتكون ممكن نلاقي يعني طبعا أكيد ما عاد في إنه بس فضي وذهبي، في كتير ألوان صار هلا، ممكن تلاقوا كمان لون أحمر أو مثلا لون أسود، أنتم حرين، تركب على الأمام من هون ومن هون، تمام، نقدر نلبس فستان بستايل مختلف وديزاين يعني مثل ما نحن بدنا. فكرة بسيطة للصدر عملت لكم اياها من قماش التول، يا رب تكونوا استفدتوا منه. هاطلع فاصل صغير وراجعت لكم. اهلا وسهلا فيكم من جديد. قبل الفاصل طبقنا الصدر بطريقه سهله وبسيطه، قلنا فينا نعدل على اي فستان موجود عندنا، ممكن نعمل القصه من الاعلى، ممكن نعمل كتف بكتف، انتم حرين اختاروا القصه اللي بتلاقوها مناسبه وبتكون متناسبه يعني مع شكل مثلا القماش اللي حتضيفوه. طيب هلا رح نشتغل فكره ثانيه على نفس الفستان اللي هي الخلف. في عندي مثلا فستان انا لبسته وحسيته ضيق شوي، طيب انا كيف في يوسع؟ هو من الداخل ما فيه خياطه، في حل لهذا الموضوع وحسيته ضيق مثلا من عند الصدر، طيب شو الحل؟ خلينا نشوف شو الحل. هنفرض انا مثل ما قلت لكم اول شيء انه انا عم بشتغل لكم اياه على قماش وعلى الباترون الاساسي، طبعا اذا الفستان عندي جاهز او يعني مثلا بدي اعدل عليه اكيد اسهل، بس حتى تشوفوا الفكره لو انا مثلا ما عندي يعني مثلا بدي فكره فستان، تمام، من شيء موجود عندي او فكيته الفستان بدكم كويتوا القماش، يعني في كثير ناس بتجيب مثلا فستان تلبسه مره اثنين بتحب تغير موديله، بتفك الخوايط كلياتها يعني بتفصل الامام عن الخلف وبيكون القماش بصير كانه قماش عادي، تمام،
ممكن نعدل القياس عليه، او ما ممكن نعمل لشخص مثلا اصغر. اوكي، كان ايام زمان دائما يعني يجيبوا بدله مثلا او فستان او اي شيء مثلا يلبسوه بعدين يصغروه للاصغر، فنحن يعني ناخذ شويه افكار. المهم هاي فستاننا، تمام، بتروننا الاساسي للظهر جاهز ما فيه اي شيء، سحاب، جنب، بينس، كتف، ابه، جيرو العادي. طيب حنشيل البترون، تمام. كيف حنوسع الصدر؟ شوف، حناخد علام هون، حط هيك خط اللي هو هاد خط الجيرو. طيب او قبل ما نشيل، بس شلنا هذا الخط، بمدد هيك، هذا خط شو تصريف البنس مايل شوي. اوكي، طيب الفكرة بالتعريض شو هي؟ اني اعمل من الظهر من هون مبدأ الضرب او الاكس. شوف، ناخد من هون، خليني ارسم لكم اياها على البترون. اول هناخد من هون هيك القصة، تمام، شايفين هاي التصريفة هيك، هاي تصريفة البنس. هناخد من هون خط هيك مستقيم لهون، حنشيل هذا جزء وهذا جزء. طيب لما بدي شيل هذا الجزء كيف انا هعوضه؟ شو بعمل؟ بحط من هون عراوي صغيرة، ممكن استعمل المطاط، ممكن استعمل هذا المطاط. عم حاول اعطيكم الحلول السهلة والسريعة. اوكي، بنحط مطاط هيك على الاطراف، تمام، طبعا في سحاب من تحت بيكون مشان نقدر نلبسه برياحة، ومن هون. فلما بنحط من الجهتين العراوي هدول ومندخل الشريطة، مثلا شريطة ساتان او من نفس القماش او كلفة اللي انتو بدكن اياه، وبنعملها مثل اشارات الاكس، تمام. فبناخد الوسع اللي نحن بدنا اياه للصدر، بنفس الوقت نكون وسعت، او حتى في ناس ممكن مثلا تضيق اكتر. اوكي، باخد المسافة اللي انا بدي اياها في حال انا ما عندي قماش يكمل الفستان. طيب اذا اول شيء رح ناخد الحفرة، تمام هيك، ومن هون لتحت قديش انتو بتكون المسافة مثلا فيكم تاخدوها، يعني لعند الخصر تقريبا، ومنقص. شوفوا من هون ما بنزل للأخير، بعمل خط هيك. طبعا كلياتنا بنعرف ليش حذكركم، لانه لما بناخده بشكل مستقيم، لما ننزل هيك بخط مستقيم، بدي اجي ركب مثلا، بدي ركب سحاب هي هيك، تمام، بيجي بدي اخده من هون بتطلع معي من هون ناقصه، تمام، فهذا الشيء غلط. فدائما بعمل حساب انه خط مستقيم. طيب هلا شو حنعمل؟ حناخد هدول المطاط، هذا المطاط العادي، او اذا ما عندي مطاط باخذ قطعه من القماش تكون رفيعة، بعمل هيك بدرزها وبقلبها، تمام. بس ليش انا بقول المطاط؟ مطاط مرن وغير هيك سهل، اوكي، لانه صغيرة فما بنحتاج اكتر. حناخد طبعا بدكم تعملوا حساب انه هي لا، ممكن نستعملها للازرار كمان، تمام، بس انا بدي استعملها بس تكون عندي عروة لحتى ثبتها واخد منها الهدف او فكرة التوسيع. بنقصهم هيك قد بعض، بس حتى يطلعوا كلهم بقياس واحد، تمام. هلا شو حنعمل؟ حنحط مسافات، نحدد المسافات. هلا مثلا قلنا 3 6 9، طبعا مو لازم تكون مسافاتهم بعيدة، تمام، مشان تعطيني الشكل اللي انا بدي اياه. 18 19 20، وهي 21، تمام. طيب هناخد هي هيك ونلفها، بس مره تانية هيك، او خليني اعملكم اياها على هي الكبيره هيك، هي يعني الفكره واحده هيك، وبنحطهم اثنين على بعض، تمام، بس طبعا هيك كثير كبيره. بناخد هيك، تمام، لما بدي ادخل الشريطه او الكلفه فيها فبتعطيني يعني مرونه مثلا احتجت اني شد شوي ضيق شوي، ما عندي مشكله. هلا هناخد هيك، طبعا لازم نعلم الجهه الثانيه،
حتى نكون بنفس المستوى، يعني يتركبوا مقابل بعض. أوقات منستعمل هاي الفكرة مو بس للتوسيع أو للتضييق. فساتين الأعراس أو فساتين العرايس ممكن يعجبها فستان مثلا للعروسة وما تلاقي الفستان أو القياس اللي هي بدها، فنحن بنعتمد هذا الأسلوب أو توسيع الظهر تمام من عند الصدر، توسيع الظهر من عند الصدر، يعني نحن عم نفتح من الخلف ونحط الإشارات الإكس مشان أعطي مسافة توسيع للصدر بحسب القياس اللي نحن بدنا اياه. هنشيل هيك تمام. طبعا أكيد نكون عاملين طابعين الخياطة وحاطين الأفكار بعد التنظيف كله هياخد هيك. فلنفرض أنه أنا مسجفت لكم اياها مشان العالم. أوكي شوف هاي واحد، بس طبعا أنا لازم حطها، شوفوا شايفين هاي هيك، بس خليني أحط الدبوس، شايفين هي هيك هيك لازم يكون شكلها النهائي، بس لازم تكون الخياطة عندي من هون مطوية، وهي خياطة المطاط لازم للداخل، فأنا لما بدي ركبها بركبها بالعكس، بركبها هيك تمام مشان لما بدي أعمل الخياطة شوف هاي بحطها هيك بالعكس، لأنه لما بدي ركب الخياطة بتقلب معي الخياطة الداخلية تبعتها وخياطة السجف للداخل تمام. راح نحطها هيك، هيك واحد، نمسكها نفس الشيء هيك، وبناخد دبوس ثاني طبعا على العلم، بس خلينا شوفوا شايفين بحطها بالعكس هلا هيك، وبلفها بالعكس هنكمل. بالخياطة بتكون تحاولوا تكونوا يعني أفكاركم لما بتكون تطبقوا أي قطعة ما بيقول أفكارنا جاهزة، يعني أي فكرة بتخطر على بالنا لازم نلاقي لها حل، ضيق بوسع، واسع بضيق، يعني المهم ما في شيء بيصير، ما في شيء ما بيصير عنا. طيب شوفوا هاي الجهة الأولى، الجهة الثانية هاي الجهة الأولى عفوا، هاي الأولى والثانية إذا حطيناها هيك بنفس الطريقة تمام حتجي هيك. خلينا نقلب هاد يلا تم، هاي الخياطة للداخل وهي الخياطة للداخل اوكي هيك تمام. هنجيب نفس العراوي هدول بنحطهم بنفس الطريقة، بس لما بدنا ندرزها بتنقلب معنا هيك تمام، هيك حتكون شايفين. طيب والجهة الثانية كمان نفس الطريقة، حنقص هدول ونركبهم بنفس الطريقة ونقلبهم اوكي. طيب كيف حيدخلوا ببعض؟ نحن بدنا نجيب الشريطة ندخل واحدة هيك تمام، يعني بشكل شلون لما بنعمل شواطة البوت تمام، مثلا يمين يسار يمين يسار، ناخدهم تبتدي من هون واحد اثنين ثلاثة اربعة وبعدين بربطها من تحت، او ممكن مثلا ندخل من تحت ونربطها من فوق كمان بيصير، هذا الشيء راجع لكم، كل ما بدكم اياها تكون الاكسات تكون اكثر كل ما زيدوا مسافه العراوي هدول تمام. طبعا هي عباره عن فكره توسيع للصدر اوكي. طيب فلنفرض انا هلا مثلا بدي اطبق الامام اوكي، كيف حطبق الامام عليها؟ طبعا انا لسه لازم كمل لكم اياها، باخذ طبعا انا خلص
مركبة السحاب أو ركبت السحاب وثبتت هدول ودرستهم وقلبتهم للخلف، تمام، وعملت له فتحة مثلا من تحت. هلأ باخد الأمام هيك. اليوم كان هدفي أنه ناخد فكرتين بفستان واحد، يعني مو دائما أنه مثلا الماكينة هي الهدف، يعني بتقدروا أنتوا طبعا صرنا يعني أو صرتوا بالأحرى شوي متمرسين، فالأفكار تمام مجرد ما كانت موجودة عنا، طريقة التطبيق هي واحدة. نحن عم نطبق كذا حلقة بكل يعني كل حلقة في عنا فكرة تانية مختلفة. طيب هلأ أنا هيك شو عملت؟ طبقت الأمام على الخلف، عملت درزة الأجناب من هون ومن هون، سكرت البنس، بيبقى علي ركب السيور أو الشيالة للفستان. ممكن تستعملوا الطول هاد، ممكن تستعملوا القماش الأسود العادي أو حسب الفستان اللي أنتوا بتكون ياه. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، تكون أعطيتكم يعني طريقة أو حل مثلا تجديد فستان أو توسيع فستان، طبعا من جهة الصدر، تمام. هيك بكون أعطيتكم فكرة سهلة وبسيطة ومفيدة بنفس الوقت. حلقة جديدة إن شاء الله بانتظاركم ببرنامجنا ألف باء الخياطة على قناة بيتي. مع السلامة.